اليوم عيد المرأة. لا ما عارف اش وي عيد المرأة. عيد الأم. عيد المرأة. عيد المرأة. عيد المرأة هو واحد نهار رمزي بالحق، ما كافيش باش نقدروا نشجعوا المرأة ونقدروا نعطيوها حقها وداك الشيء. نهار واحد لا فينا وادنا اللي غنحب، عمرنا ما احتفلنا بعيدنا ولا براسنا ولا والو. لا ما كافيش، انا في نظري تكون العمر كله. لا ما كافيش عام وما كافيش عام وما كافيش، خصهم المرأة دائما يهضروا عليها ويعتنيوا بها بزاف د الحوايج. المرأة راه هي كلشي، هي المجتمع. هاي المرأة كتضرب تمار، الله ها هي قيالة بتمار وكتبات على تمار. شي جواج ما كاين مسكت، شي حياة ما كاينه مسكت. هتبغي تسمعي مني؟ ما كاينش. لا ما كافيش صراحة. ايوا بالقلة خصها بزاف د الوقت، يعني العام كامل، حيت الأم كتبقى الأم، فهمتيني؟ الأم اللي كتربي، الأم اللي كتولد، الأم اللي كتخدم، الأم اللي كتجاهد. نقول يا ربي يكون مزيان والعائلات يعيشوا في هناء وسعادة، هما وليداتهم هما ولا دارهم. المرأة المغربية ضايعة. ضايعة من جانب الحياة الزوجية، من جانب كل شيء ضايعة المرأة. خايدة ما خايداش، خايدة واحد شوية ولكن واحد شوية مازال. وما واخداش كل شيء وما واني الحمد لله. نبغي تطور أكثر. كتجينا المرأة شوية بقى مسيطرة عليها بزاف السلطات ديال الرجل. شوية بشوية، لأن باش تبدل كل شيء في نهار واحد ما يمكنش، ما يمكنش. وإنما راهم غادي الحمد لله شوية بشوية. ايوا شنو انت كتشوفي المراه؟ مكثر هي المراه الا كانت بوحدها في الدار، ما حيلتها للدار، ما حيلتها للزنقه، ما حيلتها. بحالي انا دابا ما حيلتي الزنقه، ما حيلتي مني المراه والراجل. تنقول للمراه المغربيه بان برافو عليها، يعني حققت واحد الانجاز كبير بالاخص في المغرب. المراه خصها تقعد في دارها والراجل يخدم عليها ويجيب لها القفه. دابا ولا العكس، الراجل المراه تخدم على الراجل، هادشي راه لا يوقع. انا كبره كنشجعها، فهمتيني؟ انا حيت مراه وضاربه تماره وعارفه بحق الخدمه، كنشجع المراه بصفه نهائيه المغربيه. اش غنقول لك، المراه المغربيه راه كنود عليها تحيه باش هي تقضي شغلها في الدار، وهذا في ما مشات كل مراه مغربيه وصافي. كل عام وهي بخير. شكرا للمراه المغربيه وشكرا للام المغربيه. وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. انت كل عام وهي بخير. مبروك عيدك المرأة المغربية، كنا احنا عيالات وعارفين بحق العيالات. وكل عام وانت بخير، تعيدي وتعاودي. نتمنوا لها عيد سعيد، و تنتمنى للمرأة المغربية التقدم والازدهار. كنتمنى لهم كل عام هما بخير. تنقول لهم عيد سعيد. ايوا تنوجه لهم الصحة والعافية، والعائلات يتجمعوا والولاد يتجمعوا، وتكون المرأة دائما بخير. كنبغيها وعزيزة عليا، والله يسمح لنا من الوالدين. والله يسمح لنا ميكون لهم تنتوما. جميع العيالات الله يسمح لنا منه، والله العظيم الله يحفظك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.